أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء المبت وكنتم أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأبواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما إلا قيل سلام سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظلم يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا مسنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفارا ثم تمنون أن تخلقونه أم نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم الشأة الأولى فلولا تذكرون أفارا ثم تخرطون أنتم زرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفقهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفارا أنتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزي أم نحن المزيلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفارا أنتم النار التي تورون أنتم أشدتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت
الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل الصلاة على النبي من القربات أتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه من أول شهادة إلى ما لا نهاية الأمال اللهم اجعل الصلاة على النبي من القربات أتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه من أول شهادة إلى ما لا نهاية الأمال اللهم اجعل الصلاة على النبي من القربات أتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه من أول شهادة إلى ما لا نهاية الأمال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله استغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما شهد الله المولى إله إلا هو الملائكة والروح القائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك لا الأمر الحمد وعلى كل شيء قدير.
التوحيد لا اله الا الله لا شريك لا له كان حمدا وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله لا شريك لا له كان حمدا وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله لا شريك لا له كان حمدا وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله لا شريك لا له كان حمدا وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله لا شريك لا له كان حمدا وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله لا شريك لا له كان حمدا وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله لا شريك لا له كان حمدا وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله لا شريك لا له كان حمدا وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله لا شريك لا له كان حمدا وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله لا شريك لا له كان حمدا وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله لا شريك لا له كان حمدا وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله لا شريك لا له كان حمدا وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله لا شريك لا له كان حمدا وعلى كل شيء قدير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله 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 الحمد الحمد لله 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمين الصلاة والسلام عليك يا Come on.
فلا تكونن من المنكرين وتحمل كلمات ربي خصما وعذاب لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإذ وضعت هرما في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس من خارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليكفروا فيها وما يكفرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاء لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نشرهم جميعا يا معشر الجن قد استجدتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبرنا أجلنا الذي أجلت لك قال النار مثواك خالدين فيها إلا ما شاء إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء أيومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخرجكم لكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قومنا آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحظ والإنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائنا شاء الله ما فعلوا فذرهم ما يفترون وقالوا هذه
الشام وبزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكر اسم الله عليها سرا أن عليه سيزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه العام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم الخسير الذين قتلوا أولادهم سبها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات مروشات وغير مروشات والنخل وزرع مختلفا كله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر ما آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن العام حمودة وفشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ذكر الحرم أم الأنثيين أم شملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل ذكر الحرم أم الأنثيين أم شملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء أهي وصاكم الله بهذا فما الرب ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا دم مسوحا او لحم خنزير فانه اس او بصالح الذي غير الله به فما نظر غير باقي ولا فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو مظلل بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد مسوح عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لم شاء اللهم أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداء أكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بلا خير رضاهم بربهم يدلون وتعالى وثم حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فادلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن
وسيلة لكل شيء الوهود ورحمة الله لهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب نزلناه مبارك فتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل كتاب على طائفة من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولون وإنا أنزل علينا كتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينات من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وضع عنها سنجزي الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصرفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن معت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله فما ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاء هذا سنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم سنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فخذ منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج لك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أوجدني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم
ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لم تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا تمسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إنكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يصفان عليهما بورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يسر عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار
كلما دخلت مات لعنت اختها حتى اذا تركوا بها جميعا قالت اخلاهم لئو لا هم ربناها اولا ان يضلونا فاتهم عذاب ضعف من النار قال لكل ضعف ولكن لا تلمون وقالت الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غماش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزلنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم النار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق ونودوا أتكم الجنة أورثموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهما أن الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأراضي رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم فما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلى تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء الرسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء أبا يشفعوا لنا أو نرد ونعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديث والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأرض تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته حتى اذا اقل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فازلنا به الماء او اخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات
الاله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم العظيم. قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس في ضلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله بما لا تعلمون. اوعدتموه ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليذيركم فليس تقوه ولعلكم ترحمون. فكذبوه فاتيناه والذين معه في الفلك واغرق الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم عمين. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. اوعدتموه ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم أبناؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأجناه والذين معه برحمة منا ومضنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون جبال بيوتا. فاذكروا الله ولا تدعوا في الأرض المفسدين. قال الملا الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن من منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل تقوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأذناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم
فأبو الخير والميزان ولا تخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله منا من به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم انظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا واصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.